أو أحب أن تمد يدها هنا نصيحة
بصعاب الاحسان على هذا الزوج وعلى ذلك الزوج وكسر الحواجز وبتخطي الشوارع التي يمكن ان تكون وهي كذلك كائنه الا قليل. والمحيط يعيش بالمتناقضات والقصور، هذا شيء قصور في السن فقط، قصور عقلي، قصور ديني، قصور قدري، قصور حتى في التكافل، قصور دراسي، يعني قصور متعدده. ولذلك يكون الاغتراب والاغتراب في هذا الشان بامكانه ان نكون مطلعين على نسبه الطلاق بين قصور من القاصرين والقاصرات وبين الناسل والكبار والقصور واحد المستوى من العمر. وهنا هذا هو